هوية بريس. السلام عليكم، معكم الدكتور أميل لاندري، طبيب مركز صحي تانديت إقليم بولمان. عندنا المشكل ديال الحركة الانتقالية، حنا حركة انتقالية 2018 تركنا في حركة انتقالية وخرجتنا حركة انتقالية 2018، ولكن هذا الانتقال ديالنا موقوف التنفيذ ثلاث سنوات هذه، وحنا تنسينو باش يتنفذ ما تنفذ شيء. اختصنا بجميع الجهات، مندوبين اقليميين، مدراء جهويين، وزاره الصحه، ولكن بدون اي نتيجه. انتقال عندنا انتقال ولكن ما مطبقش، يعني بحال ما عندك والو. دونك حنا اخر اتصال كان بالوزاره، قال لك حنا واحد البيان للمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين باش ينفذوا هذا البيان ديال المقر ديالنا، ولكن هاد الناس يستعصون. حنا مسستين عائليا، وليداتنا اللي في مدينه ديال فاس، وحنايا بعيدين 300 كيلومتر على المنطقه العام ديالنا، وانتقال جانا هذه ثلاث سنين، وحنا جانا انتقال مقر انتقال راه وريته لكم، راه هو مقر انتقال عندي ولكن ما نفذش، دونك بدون اي قيمه. دونك الوزاره تعطي واحد مقر انتقال اللي ما عندهاش نتيجه، دونك ما تنفذش، دونك بلا ما عطات بحال ما كاينش حركه انتقاليه. دونك حنا اتصلنا بجميع الجهات، وواحد الان يستعصون تنفيذ هذا المقر الانتقال ديالنا. لهذا نناشد جلاله الملك نصره الله من اجل ايجاد الحل لنا وليداتنا اللي بعادين علينا، وجزاكم الله خيرا. وزاره وصيه، حنا تركنا انا 8 سنين وحنا خدامين في مراكز العمل ديالنا، وجانا انتقال، ساكنا في حلقه انتقاليه وخرجنا النتيجه من الطريق، خرجتنا الحلقه الانتقاليه ديالنا من 2018. داك علاش ما تنفذش الحلقه الانتقاليه ديالنا؟ لماذا تعطونا حلقه انتقاليه ولا تنفذ؟ ثلاث سنين، وحنا 2018 حنا 2019 2020 2021 ما تنفذاتش، دونك علاش نساركنا في حلقه انتقاليه ما تشوفش النتيجه ديالها؟ هذا الظلم في حقنا، وعينا من نديروا وقفات، درنا اعتصام قبل ودرنا اعتصام في شهر 7، الوقفات عده في العام كله، ودرنا اعتصام في شهر 7 8 ايام، جلسنا مع المدراء الجهويين، قال لك كونوا هانيين، حنا من شهر 9 غنحلوا المشكل ديالكم، شهر 8 نحلوا المشكل ديالكم، ساينا شهر 8 ما كانش نتيجه، اتصلنا بهم شهر 9 قال لك صبروا معنا، اتصلنا وما كاين والو، ودابا في شهر 11 وما كاين والو. هذه ثلاث سنين وحنا هكا، وعينا وحقيقه وما كناش قادرين نسير العمليه ديال العمل ديالنا، مش قادر نعطيو، لان انت منتقل ولاتك بعادين عليك، ومنتقل عاطيك ولقى انتقال ديالك ما فداش، دونك هذا ظلم كبير في حقنا.